مساكم الله بالخير. اليوم احنا في ديوان العميري وهذا حوش المطبخ. شوفوا الحويش صغير، حوش العود من هناك، بس احنا ما حبينا نضايق الاوادم، قلنا نطبخ نفس الطبخ الاولي اللي تطبخه الوالده. وهذا زبير العميري ابو خليفه، هو المستضيفنا، هو صاحب الديوان، صاحب الفرقه هذه كلها، واليوم طباخنا لهم، نقصتنا يعني حق العميري. تسلم، ما تقصر داود، الله يسلمك، مكانك محلك ما يحتاج. حبيب قلبي، انا بس ابي الحين قبل لا ابتدي لكم بالطبخه نسال عن العميري، عده العميري متى ابتدت؟ بدت بداود بعد ما انتهى موسم الغوص. أيه؟ بداوا يكونون الفرق، يعني تقريبا نقول بال 58 59. هذا نفس المكان مثل يعني ابانا او اجدادنا اول ما تخلصوا من منطقه شرق. نعم، ياو هني بالدعيه، وهذا من ذاك الوقت ليومك فاضل بالدعيه. كان شفت انا البيت واللواوين برا يعني نفس البيت الطراز الاولي اللي هو البيت العربي القديم، بس طبعا مجددين مصنعين فيه، بس انه هذا هو على نفس الروح. نفس الروح. نعم. الحين هذه العده متى بدات؟ والديوان كل اثنين احنا كل يوم. ايه؟ بس احنا كل اثنين نتعشى 10 بعد كل اثنين. احنا اليوم الاثنين واليوم عشاهم، نقصتهم من القصار، نقصت القصار حق ديوان العميري، حق ربعنا بالدعيه وحق الجماعه كلهم. وهذه العده او اهل الديوان هم كانوا متميزين بالفنون البحريه. ايه نعم نعم، العرضات البحريه وفنون البحر والتنازيل، كل الفنون البحريه. فعشان كذي اخترنا هالمكان، نبي تراث الكويت، اهل الكويت. وزبير ما قصر، هو تبرع، هو يكون بدال ابوه الله يطول لي عمره، هو اللي يقول لنا السالفه هذه كلها. الحين احنا قاعدين هني نقول له يا زبير روح ارتاح الحين عدل، ونرد نكمل سالفتنا وياك، حنحضر الطبخه ونقول حق المشاهدين، ونرد لكم الحين عند الطبخ. اكلتنا اليوم يا جماعه مو كويتيه، هذه من اليمن، واسمها الذربيان او الزربيان على ما يسمونها هم. شفنا هناك جماعه طبخوها لنا عند في الامارات عند اخوي خالد، ويوم طبخ لنا هالطبخه عجبتنا، قلنا لازم نوكلها اهل الكويت. هذه مكوناتها، يمكن يقولون هذا مش لا هو مو مشوي جدر ولا سالفه مشوي الجدر. عندنا البطاط وريتكم اياه كهوه، شوفوا شلون يصفونه بالقاعه كذي، شويه زيت وصفوا البطاط كله. بعدين لازم ذبيحه كامله، زمها وعراها. أنا تبلتها هني ولكن بوريكم التتبيلة، راسها، الكبدة، كلها ذبيحة كاملة تتبل تتبيلة غريبة شوي. هالتتبيلة ما فيها بصل، البصل اللي نستخدمه اللي هو البصل المقلي، هذا هو اللي بنحطه الحين فوق. أنا حاطه هني كتفين بس عشان أوريكم شلون تتبيلتها. وبعدين البهار، هم يستخدمون هناك البهار اليمني، في شوية تحابيش ما قدرنا نحصلها هني، بس هذا اللي قدرنا عليه، اللي هو دارسين وهيل ومسمار، مس مدقوق مرضرض. وبعدين عندنا بهار الناعم، هذا بشيل انا اللي حطينا المراضر هني، خلاص حطيت منه. كركم وهيل كزبر وبهار، شوفوا شلون مرضرضينه عشان يبين طعمه، وشويه الكزبر والكمون والفلفل الاسود، وهذا الكركم كله فوق، مع شويه من صبغ الزعفران، وطبعا شويه من ماي الزعفران احط وياهم. بعضهم ما يستفض بس يفضلون الصبغ، انا لا والله بحط زعفران. شو اللي عدلها؟ الثوم والزنجبيل، هذه شويه زنجبيل وهذه شويه ثوم بالخلطه نفسها. وبعدين طبعا الملح كثر ما تحبون، عاد تقول القصر تحط ملح وايد، هذا ملحتنا المعتاده. واللي عدلها شنو؟ الروب. الذبيحه تاخذ كيلو روب، فهذه هنا عندنا كتفين بنحط عليهم تقريبا ملتين روب. خلينا نقول حطينا كل المكونات، بس نمرخهم فيها. حلو. وعاده انا اخليه قبل مده عشان ياخذ وقته مع البصل المقلي، يعطينا تالي يا جماعة النتيجة هذه اللي تشوفونها وراي. هذا الذبيحة كاملة، لا إله إلا الله، ذاهبة. وين بنصفها الحين؟ بنصفها على البطاط، ولها طريقة تكنيك بالطباخ. شنو هو؟ العيش وهو يفوح، هي طبعا هناك سوينها على حطب، هنا ما نقدر نشب حطب، فالعيش وهو يفوح ناخذ أول قلبة ونحطها تحت فوق اللحم، وننطره شوي يقلب قلبتين
تالي نحط بينه البصل المقلي والزعفران والصبغ ونرد نكمل ناخذه طبقات. بوريكم اياه الحين بتشوفونه عليه ما اسوي لكم الطبخه الثانيه. تعالي يبا يلا صفوا اللحم. بس خليه الراس والكبده يمين بالوسط. يلا كملي. خلنا انا اسبع ايديني وارد لكم مره ثانيه على ما تكمل كماري الصفر. شوفكم بعد شوي. هذا الماء عندنا قام يقلب هني، وهذا الذبيحه صفيناها فوق البطاط، ما صبينا الا شويه دهنه في قاعتها بس عشان لا تهود البطاطه، ونخليه الحين المفروض انه يكون على حطب بس انه اليوم على الاشول. وهذا الماي حبيتوا تطيبونه زين، بعض اهل اليمن ما يطيبونه بس الماء بس عيش مفيوح خالي. فاحنا بنحط له مطيبات اللي هي ورق الغار، دارسين، هيل، مسمار، يمي. وطبعا الملح لازم الملح. على حسب ما تبون. شوفوا الماي ما في بصل ولا في زنجبيل ولا في اي شيء ثاني، هو ماي بس يطبخ مع البهارات عشان نكتفي العيش. والحين بتشوفون شلون الطريقه، اللي انظر الجدر بس هذا يحمي بنزل عيش هني. ملاحظين انا سويت شيء حق الغطاء، شوفوا حطيت له عجين داير ما دايره عشان يطبق ما ينسم، يصير مثل جدر البخار مثل جدر الضرب. الحين اول ما نحطه بتشوفون يبا طابوق الفوها بغسيل شيء عشان تكمره. لما نحط اليمر عقب ساعه او ساعه ونص نحط اليمر. لا يبعثني انا كنت بس خليه يبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا يا جماعه هني 8 كيلو عيش، 8 كيلوات عيش حق الذبيحه عشان جدرنا يتحمله. ننطرها بس ينبغ العيش على ما يقلب قلبه واحده، نشيل اول قلبه ونحطها هني، وتالي نطيب بالزعفران والبصل المقلي، ونرد مره ثانيه نفس الطبقات عشان شنو اللي تحت نضيانه اقل واللي فوق نضيانه زود، يصير ما ينعصد عليكم، ما يصير تحت لين وايد هالشكل. هذه طريقتهم فيه. الحين شوي ورد لكم بس خليك فخ العيش. شوفوا العيش بس تمد حبتها على النص، شوفوها ما نبيها تستوي كلش بس انها تنقرض شويه، تنقرض. هذا نخليه تحت، ناخذ من العيش شذيبه. اعطيني الاصغر المشخل الاصغر، مشخل الاصغر قهوه اعطيني. على طول فوق اللحم. ونخلي هذا يطبخ شوية. لأنه بياخذ نضيان الحين من ماي اللحم، هذا يكون بالقاعة. ونحط فوقه البصل. أعطيني الزعفران شوية بابا. بصل المكرمل هذا هو اللي يعطي الطعم والنكهة. ونرد مرة ثانية نشوف عيشنا. لا إله إلا الله. هذه الطبقة الثانية.
نواسيها فوقه. شوفون العيش بعده يقرض، راح يستوي الحين على بخار اللحم. هذا تلقونه جاهز حتى الحين، البصل المكرمل قاموا يجيبونه جاهز. شويه من الزعفران. يطلع لكم العيش منور ملون، حمار على اصفر على بني على الشكل اللي تبونه. يلا يبا جدر الحين باجي العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هاي فوق. يلا الحين كل اللي بنسويه نرد مره ثانيه عليه بالبصل وشويه الزعفران. شويتك واللي يبي سمنه يحط سمنه، بس انه عشان تفل العيش ما يتلصق عليه. كذي تقريبا جاهز. شو اللي نبي الحين؟ هذا المقطع اللي وريتكم اياها على طول. بسم الله لا اله الا الله. نشوفكم بعد شوي حق الطبخه الثانيه لما تستويها. خلينا الذربيان او الزربيان على قولة اهل عدن يستوي على راحته، يبي له ساعتين او ساعتين ونص على حسب اللحمه وكبر الذبيحه. الحين بنسوي لكم برياني عربي، هم تعلمتها عند اخوي خالد. لا طريقه غريبه، هي اللي يشوفها يقول مكبوس. بنحط الماء الحار يطبخ وننزل فيه بس بهارات عدله، دارسين وهيل ورق الغار حسب ما تحبون، بهارات عدله وملح. طبعا لازم الملح. يقلب بس هذا ويانا مع الملح اللي فيه. اي لا الملح مو وايد لان عندنا 12 دقيقه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الدياي ياخذ راحته. يستوي ونشيله ونقليه، بنكبس على الماي ووريكم الحمسه عقب مالته شلون تصير. الحين خله يرتاح، ياخذنا نص ساعه تقريبا طباخ أو 40 دقيقة لأنه وايد. وتالي بنشيله ونكبس على الماي ماله ونصفيه عن كل شيء، شوفوا ما في بصل، ما في ثوم، ما في زنجبيل، هذه بالحمسة التالية تصير، ونرد لكم بعد شوي. هذه حمسة البرياني، حطينا الدهن أول شيء، تالي البصل. ننطره بس يتحمر شوي، وتالي نعطيه الزنجبيل والثوم عشان ما يحترق. حطينا البصل بالدهنة الحارة. اعطني زود بصل يحتاج لان في دياي راهي. بس يحمر البصل شوي عشان نضيف له باقي البهارات. بس يتغير لونه شوي عشان نضيف له باقي المكونات. حطينا احنا البصل عشان اقول لكم شنو المكونات المختلفه. هذه شوفوا عندكم ماري، هذه الخضار المشكله، فاصوليا وبازاليا وذره وبطاط مقلي صغار ويزر، كل خيرات الله كلها تنحمس هني. ليه حمسناها واستوت وطلعنا الدياي قليناه حطيناها ميمي، يقومون ياخذون الطعم فوق وجه الجدر مع العيش. عقب وقت النشاب نشيلهم وننشب العيش ونيدم فيهم من فوق، ويصير عندنا برياني عربي على قولة اخوي خالد. هذا برياني العربي، ان شاء الله يوز لكم ويربو لان يربت انا قبل ما اسوي لكم اياه. هذه البهارات حطيناها مشكله من كل شيء، دارسين وهيل ومسمار وزياده بعد بالخنه على قولتهم. خذي هذا يبا من ديني. عندنا معجون الكاري ومعجون البرياني، هذا اللي ينباعون، اذا بتضيفونهم هذا اختياري.
معجون الكاري ومعجون البرياني. كذي جهزنا، بس ننطر تطلع ريحته واعطينا الخضره. يلا يبا هذه الخضره، كل الخضره تشتهونها. ونخليه هذه الحشوة، حطينا النخي فوقه والبطاط المقلي عطينا اياه، والبطاط المقلي على ما يبون باجية قاعد يقلونه، وكذي الخلطة كبلت خلطة البرياني. نخليه مسكر لين نحس الخضرة استوت، مو ذابت استوت، بس لأنها بترد تكمل سواها فوق مع الدياي، ورد لكم مرة ثانية. استوى الدياي والحين بنشيله عشان ندرسنه شويه ونقليه عشان نخلطه مع الخلطه اللي سويناها، والماء اللي عندنا نصفيه ونستخدمه حق العيش. عطنا الدارسين والهيل. طبعا هذا اختياري الدارسين والهيل، بس احنا نحب الدياي عليه شويه دارسين وهيل. شف معايا؟ يلا ممتاز. يلا عشان تقلين تقطين وياه. بس سلامتكم، الحين هذه الحشوه جاهزه وهذا الدياي جاهز، بنجبس على هذا الماي، بس بنغير جدرنا ونرد لكم مره ثانيه. وهذا ريض. هذا يبى الماي، شلنا منه الدياي، والحين بيقلونه، تقليه وترد تحطه على طول مع الحمسه اللي سوتك هالجدر يمها، وهذا بنكتفي العيش ونسوي العيش من الشفويه. العاده نسويه على حطب، فناخذ من الخماده من اليمر، نوخر اليمر عن تحت عقب ما يتناخذنا تقريبا ساعه ونص، ونشيل اليمر نحطه فوق. اليوم حنا بالحوش ما نقدر نطبخ على حطب، بس عندنا الميمر وعندنا اليمر كهوه. فرشنا القصدير على لا تخترب مقطعه الجدر. بسم الله. الحين تنتقل النار من تحت لفوق، من تحت قصرنا عليه كلش كنا على الخماده صار، عشان نبي اللحم يتهتى يستوي نوبه واحده. ورد لكم بعد شوي، يعني تقريبا يبي لنا نص ساعه الحين عشان يجهز تجهز الطبخه وننشب لكم. ابى اوريكم هذا، هذا العيش شوفوا. هذا استوى اللي هو عيش البرياني، برياني دياي. هذا بريانينا خلاص، بننشب الحين الصينية. أعطيني الصينية أشيل فيها الزعفران. بسم الله بسم الله. ريحته تبطل الراس، هذا على قولتهم يسمونه برياني عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله
الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا برياني الدياي جاهز. الحين بننشف الذربيان على قولتها اليمن الزربيان. صلي على محمد وعلى آل محمد، لا إله إلا الله. خير خير ونعمة. شوفوا شلون صار العيش بروحه ملون، والزعفر لونه بني على أصفر على أحمر. يلا شوف راح تاخذني حبيبي حط شوية عيش عشان لازم أنجب العيش كله عشان أطلع اللحم، فما أقدر أخذ نص بنص. أوكي هاتي الماعين الثانية، هاتي الماعون الصغير وهاتي الماعون، لا هذا ما أبي. محمد اسمه احمد اخوي هني، هذا صوره حق خالد الحين. عينك ولا لا اله الا الله. اقدر استثري هذا المني هذا شد، وهذا الذربيان على قولتهم. تشوفون العيش ليش حطينا طبقات؟ اللي ما مستوي قليل حطيناه تحت عشان يطلع كذي، واللي مستوي ازود خليناه من فوق عشان لا يصير كله. شوف ليه وصلنا للحم والعيش للحين مفتل. الحين ناخذ من القاعه حمل الصحن هذا، اعطيني شوي، اعطيني الصحن الثاني. بسم الله لكم الراس، لازم بالوسط الراس دايب تهت نبه واحدة. ودهنة تزال تحت، اللي بالدهنة الدهنة تحت، العيش كله قاعد فوق نظيف. هذا بعد احنا شايلين الجفل، الا وخلي نشفله. اقعد تخشينهم عنكم هاري، تعمدين تحرقين يديني. شوف هذا احنا ما حطينا دهن ترى فيها، دهنة اللحم ايش كثرها؟ اعطيني كلينكس عشان امشي اطراف.
هذا غسل، هذا غسل يطلع سوي غسل. أنا جاي نحط له دهنة سمنة، ما يبي دهنة، دهنة بروحها راحت. هو العادة ما فيها مكسر، بحط لكم شوية مكسرات فوقه عشان يصير أونس. خلاص كده وهذا الذربيان او الزربيان على قولة اهل اليمن على طريقتنا احنا بالكويت، وما شاء الله الجماعه حاضرين يذوقونا ويعطونكم رايهم الحين. حبايبنا اليوم صدق مفاجاه حلوه، محمد المسند ابو مشعل الاعلامي الكبير وحبيبنا الغالي حبيب اهل الكويت والخليج كله خالد الحربان، والدولة مني يعني شو اقول لكم، هذه فرحة ما عقبها فرحة، عسى الله يسلمهم. لا هذه جايني من وقت الطباخ ابو خليفة، من وقت الطباخ. نعم، والعم ابو زبير عسى الله يطول لي عمره، واحنا في ديوانهم في ديوان الاميري، واليوم نقصتنا حق ديوان الاميري وحق ضيوفهم، وان شاء الله عليهم بالف صحة وعافية. الله يعافيك. كيف تقول؟ عندك شيء بتقوله؟ اقول كثر الخير، كثر الخير أهل العميري وديوانية العميري. آمين. الديوانية هذه، آمين. هذه الديوانية لها تاريخ كبير. نعم. تاريخ الندوة. نعم. تاريخ اللاعبين. نعم. هو قاعد يطالعني الآن. ندوة. نعم. أيامها راحت. بعد روحي. لا ان شاء الله تعود، ان شاء الله كل شيء يعود وتجدد لنا مره ثانيه. وشلون؟ شرف فيك يا ابو داوود. ابو مشعل. وراح نتابع لك باذن الله، وهذا برنامج تعودنا عليه. يا بعد روحي، يلا الله يخليك. والله يعيد علينا وعليكم ان شاء الله. الله يطول عمرك. تسلم. ويعطيك الصحه والعافيه. عساكم من عواده ان شاء الله. الطباخ اللي ان شاء الله. يلا يبا. العميري. سميان. واحد منكم يبى يكشف للماعين عشان يتعشون. يلا شباب، يلا شباب. يلا شباب برا. عندكم الدقوس هناك. يلا يبا. سلام بشير قطيان وجه برا. يطول لي عمرك. على قوم ما قصرت. هذا لا وجه وجه برا 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 برا. هذا برياني دي اي على قولتهم، على طريقه يسمونه برياني عربي. اليوم قلت اسوي لكم ضقته عجبني وسويته. جزاك الله خير. وهذاك وهذاك طبخته العدن الذربيان. الذربيان. نعم اللي هو لحم في قاعة الجدر، وهذا البرياني. ويلا تفضلوا، عليكم الف صحه وعافيه. تسلم. شنو؟ انا نعم الله عليك. يلا حياكم، يا مرحبا. يلا صغار الشباب تعالوا نشبه حق الكبار. حيا لا تحاجي، لا تحاجي. يا مرحبا. يلا. هلا عمي. دياي ولحم؟ دياي خفيف. لحم ولا دياي؟ يلا صحة وألف عافية، عساكم من عوادة إن شاء الله. إن شاء الله حبيب. تسلم لي يا أبو داوود، بارك الله فيك. إن شاء الله.